الحداقة ديال شعبان أو الحداقة ديال رمضان من شعبان كتبان وصفات وحيل منزلية رائعة كنتقاسموها مع الأخوات كل يوم في مسابقة الحداقة رمضان من شعبان كتبان باش لالا تربحي الوقت في رمضان وتستغلي هاد الشهر للعبادة أكثر والتقرب من الله. فهادشي علاش المرأة المغربية معروفة بالحداقة ديالها في خلال هاد الشهر الفضيل أيضا. طيب اليوم معنا من مدينة سلا مجدة اللي غادي تقدم لنا الطريقة ديالها كيفاش كتوجد الطن المعلب وكتحتفظ به وكتوجدو هكذا على يديها وكتلقاه وقت ما احتاجته. مجدة صباح النور، شخبارك ولاباس عليك؟ السلام عليكم، صباح النور والفل والياسمين. الله يكبر بك، دايره مع الصحة؟ الحمد لله، بشر مباركة علينا وعليك، السلامة والرضي يقول هنا. اللهم آمين، اللهم آمين، المسلمين يا ربي آمين. الله يكبر بك مجدة. طيب كنعرفوا بأنه الطن معلب ولينا كنستعملوه خصوصا في السلطات بواحد الشكل كبير بزاف، في رمضان كنستعملوه في الحشوات أيضا، فاليوم انت غادي تعطينا الطريقة كيفاش كتحضري الطن معلب اقتصادي. اقتصادي جد اقتصادي والروعة. يلا تفضلي مجدة، ما عندناش فيك الشك. نبدأ على بركة الله. مرحبا. كنستعملوا فيه غير الكبينة. كبيلة هذا الطون الكبيلة، كي كنعرفوا الكبيلة كتكون بواحد الثمن اللي كيكون ناقص شوية الحمد لله ونفرار تبارك الله. اللي بغى ياخذ ديك الكبيرة ياخذها، اللي بغى ياخذ غير الصغيرة انا كنفضل الصغيرة كتعجبني. واخا كناخذوها كنقيوها مزيان، نحيدوا لها الراس والقلب ديالها الكريشه ديالها وداك الشيء، هي ما كيكونش فيها الشوك بزاف. كنحيدوا هذيك الزعانف ديالها، كنغسلوها مزيان. كنسقطروها من الماء وكناخذ واحد البول بحال دابا نعطيكم الكميه ديال كيلو. غنديروا فيها الليمون حامض كيلو ديال هذا النوع ديال الحوت ديال القبيله. كنديروها في واحد البول، كنسقطروها من الماء، كنعصر عليها جوج ليمونات حامضين، يعني الليمون حامض هو السيترون. هو الأية كنعصرهم، كنحيدو لهم ديك العظامة ديالهم. كنكبهم فوق ديك القبيلة، كندير واحد المعلقة ديال الفلفل الأسود أو الإبزار. تكون ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة، كندردرها عليه وكندير واحد نص معلقة ديال الملحة، ما كثرش الملحة لتر صيام باش ما يجيناش العطش. واخا. وكندير واحد جوج وراق تل ثلاثة ديال سيدنا موسى. واحد جوج فصوص ديال الثومه، الثومه يكونوا جوج كبارين بالقشره ديالهم. باش كنسموه واحد المعلقه كبيره ديال الصحتر اللي كنقيوه نحكوا بين يدينا. وندردرو عليهم. وعندي جوج معالق ديال الخل الابيض. باش كنعقموه، كنخلي هاد الفرموله راقده في ديك الحوت او الكبيله. راقده بحال دابا درتها في الصباح العشيه غنطيبها، درتها في الليل غد ليه الصباح غنطيبها. واخا. كناخذ طنجره ديال الضغط ديالنا، كنستف فيها هذيك الحوت او القبيله، كنستفو وكنكب ديك لاصوص فوق منها. البكر اللي كيبغي الحار كنديرو السودانيه، كندير واحد جوج سودانيات ديك اليابسه ماشي نزود الخضره. السودانيه اليابسه. واخا. باش تعطينا لوغو وتبقى لينا مع المعلبات. صافي نديرها فوق منه. وتناخذ كاس ديال العنبه، كندير كاس بالماء وكاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة. اللي بغى يدير غير زيت المائدة يديرها. كنكبهم فوق منها ونكبهم في جنيب وكنشد عليها طنجرة الضغط. يوفوا كتصفر كنحسب ليها واحد 6 دقائق. من بعد كنحل عليها وكنخليها كطيب حتى كتشرب الماء. ما نحركوها ما والو، كتبقى غير الزيت. ملي كتبقى لنا غير الزيت كنتاكدوا منها، والريحه ديالو راه غزاله كتكون في الدار. مع حيت من السم. معشب ومن السم. صافي تنخليه حتى كيبرد، كنبقى نهز ديك الحوت كنحيد السنسول كيتحيد بسهوله. كنستفو في واحد البواطه. كنستفو وكنصفي ديك الزويته كنكبها فوق منه. وكنستعملوه لعده وصفات كي قلتي، راه كنستعملوه لصالات، كنستعملوه لخبيزات معمرين، سمنات. مع لي باب غير استعمالات تعطي الوليدات. الله يعطيك الصحه والراحه مجدة. عندي غير واحد السؤال اخير وباختصار، هذا الطن معلب شحال كتبقى لمده الصلاحيه ديالو؟ شنو شحال يبقى عندنا في الدار؟ 20 يوم في الثلاجه. مزيان، يعني نوجدوه هكذا ديال رمضان. ولا عطاك الله الصحه والراحه. عائله كبيره راه يدير 2 كيلو احنا وياك لاله. تبارك الله عليك مجدة. تنقول لك لاله دامتي كتهديك واحد القفه عامره بالمنتوجات ديال دامتي استعدادا لرمضان بالصحه والراحه، وهنيئا لك مجدة. شكرا لكم.